السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله غادي نقادو الكريسات، غادي نقادو الكريسات. كيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو زوينين البنات، كيجيو مشفشين من الداخل وما فيهمش شي حاجه كثيره ديال القوام. داكشي كلشي راه كاين تقريبا في الدار، هانتوما كيجيو من الداخل كيجيو زوينين وصحيين، فيهم ججلان ونافع صراحة، زوينين دابا مع الحل مع المدرسة ديال الوليدات وداكشي. تابعوا معنا الطريقة ونرجع لكم بعد الفاصل إن شاء الله، وتابعوا الفيديو تاع الأخر. رجعنا لكم بعد الفاصل، كما كتشوفوا معنا البنات غادي نقدموا المقادير ديال الكريسات، نصيبوا الكريسات ان شاء الله. عندي هنايا تقريبا جوج زليف ديال الفورس، نوع مزيان. عندي خمارة حمراء تقريبا هنايا 5 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة. عندي خميرة ديال الخبز، وعندي شوية ديال الملحة، بيضة، وشي جوج معالق ديال كبار ديال الزبدة، كاس معمر ديال الزيت، والزنجلان هنايا مغسول ومنقي ومغسول، وواحد حلاوة. عندي المدافي، ان شاء الله نبداو على بركة الله. غادي اللي عنده العجانه يعجن في العجانه، واللي ما عندوش يدلك بيديه. بسم الله، غادي نبدا المقادير. الزبده غادي نخليها حتى الاخر ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا درت هنايا جنجلان وحبه حلاوه، درت سكر سنيده، ديرو بيضة، ديرو الزيت، نخلي الخميرة حتى لاخر. وندير الخميرة، خميرة حمراء، نزيد واحد شوية ديال الماء. الكريسات كيجيو زوينين وساهلين الخاص صراحة، كيطلعو على الماء الخاص. والزبدة هادي دكت شوية هاديك هاد العجينة يتخدات الماء إن شاء الله، وغادي ندير هاد الزبدة هادي. Thank you.
العجينه. بعد ما تلكات العجينه ديالنا كنخليوها رطبه شي شويه كتكون رطبه. المهم بعد ما تلكات كندلكوها مزيان. المهم دابا غادي نغطيها باش تخمر. خليوها تخمر مزيان، هي كتبغي نغطيوها. كيجيو زوين الى البنات هاد الكريسات، حاولوا تجربوهم. غادي نخلي العجينه ديالي تخمر، تلقاو في التقطاع ديال العجينه. المهم هي العجينه ديالنا مع خمرات. بعد ما خمرات العجينه ديالنا كنديروا كنقطعوا شكل بحال الشكل ديال المسمن، كنستفوهم في طاوه. كندهنوا الطاوه ديالنا بالزبده ولا بالزيت، نحاولوا نديروا مي صغار حيت كيخمروا. طبعا بحال الشكل ديال المسمن الكريسات ديالنا كما كتشوفوا معايا. غادي نحاول نعمر انا الطاوه هادي، ونحاول ما نلصقهمش حيت كيتنفخوا، نحاولوا نديروا المسافه بيناتهم. نعمر الطاوه هادي ان شاء الله نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، اللي غادي نكمل ان شاء الله الطاوه هادي نعمرها بالكريسات ديالي. غادي ندير صفار بيضه في زلافه، دير مع واحد نص معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، نخلط نطرب مزيان هذاك البيض والقهوه نسكافي، ندهن الوجه ديال الكريسات ديالنا، وندير عليهم واحد شويه ديال الزنجلان، وصافي ندخلهم الفران. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي على هذه الطريقه هذه، كتجي زوينه، كتجي صراحة زوينة ومشفشها. حاولوا تجربوها هانتوما كي كتجي من الداخل، وكتعطينا الصراحة البنات كتعطينا كثر من هدا، غير أنا درت هاد القياس في التبصيل، كتعطينا كثر من هكا. دوك جوج زلايف عطاونا كثر من هكا. هاكي كتجي حاولوا تجربوها، راه كتجي غزاله البنات، كتجي زوينه هكا الكسكروت في العشيه والفطور الوليدات دابا مع المدرسه.